From infancy to adolescence, the thymus is relatively large in size. قلنا إنه بالطفولة راح يكون هذه الغدة تكون relatively large in size. After puberty, the thymus began to decrease in the size and continues to shrink with age. راح تصغر في مرحلة ما بعد البلوغ. Each lobe of the thymus contains many smaller divisions, called lobules. إنه إحنا قلنا شفناها بالسلايد الفيجر السابق إنه يتكون من فصين left lobe و right lobe، وهذه الفصوص الكبار تحتوي على فصيصات نسميها lobules اللي هي الفصيصات الصغيرة. Lobules consist of inner area called the medulla and an outer region called cortex. مدلة نقصد بيها القشرة الخارجية، والكورتكس نقصد بيها اللوب، يعني يحتوي على منطقتين، قشرة خارجية ولوب. The cortex region contain immature T lymphocyte. الكورتكس يحتوي على خلايا التينوفوسايد الغير ناضجة، أما منطقة المدلة تحتوي على اللارجر الماتور تيلينفوسايد اللي هي تحتوي على الخلايا، يعني القشرة تحتوي على شنو؟ الخلايا الناضجة. القشرة تحتوي على الخلايا الليمفوسايد الناضجة. While تيلينفوسايد ماتور in the thymus they originate from bone marrow stem cells. يعني الخلايا احنا بمرحلة الطفولة راح تكون الخلايا T lymphocyte وين موجودة بالثايموس، تنشأ منيا من البون مارو stem cell، يعني اصلا تنشأ من البون مارو وبعدين تجي للثايموس، بينما بال اللي قلنا عليها سوري بمرحلة الطفولة انه قلنا عليها immature T cell migrate from the bone marrow to the thymus via the blood. The T in T lymphocytes stand from thymus drive. نيجي على بقية الأجزاء اللمفاوية اللي نقصد بها البير باتش، التونسل and other small accumulation of lymphoid tissue. طبعا الباير باتش بدنا نشوفه بهذا المربع الصغير موجود. الباير باتش نقصد بها وين موجودة؟ والتونسل and الابندكس هي يعني موجودة بالدايجستيف تراكت في القناة الهضمية. اما اللمفويد نوديول in the wall of the bronchi موجودة بالريسبيراتوري تراكت، وظيفتها protect the digestive and respiratory system from foreign matter. سنجي على التونسل. التونسل نقصد بها اللوزتين. The tonsils are small masses of lymphoid tissue that ring the pharynx اللي نقصد بيه the throat. شنو وظيفتها؟ Their job is the trap and remove any bacteria or other foreign pathogens entering the throat. يعني وظيفتها انه يعني تدافع عن الجسم بإزالة اي باثوجين، اي مادة داخلة للجسم تسبب لنا حالة مرضية مثل البكتيريا او غيرها. Sometimes they become congested with bacteria and become red, swollen and sore, a condition called tonsillitis. التهاب اللوزتين. tonsillitis نقصد بها التهاب اللوزتين، يعني من هذه المادة تكون بحالة دفاع عن الجسم بسبب انه بكتيريا داخلة للجسم، فراح نشوفها انه يعني يصير حجمها
تورم swelling وتصير لونها احمر وتحتقن، لذلك نطلق على هاي الحالة بالتونسيلايتس اللي نقصد بها التهاب اللوزتين. تنشوف هذا اللون الاخضر اللي موجود بالصورة، هذه اللوزتين بالحالة الطبيعية بالنورمال كيس. بالابنورمال كيس او الديزيز كيس راح نشوف التونسل متورمة swallowing صايرة، ويكون لونها يعني congested يعني محتقن، هاي نطلق عليها بالتهاب اللوزتين. fire pitch اللي هي موجودة وين؟ موجودة بالانتستان، موجودة بالامعاء found in the wall of the small intestine، موجودة وين؟ بالامعاء الدقيقة. شنو وظيفتها؟ capture and destroy bacteria in the intestine، دي وظيفتها انه تمسك وتحطم البكتيريا الداخلة للامعاء، واحنا نقدر نشوفها بهذه الصورة.